للمزيد من المتابعة هاتفيا ينضم إلينا سيد خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ زلنسي وأهلا بالأستاذ المشاهدين في كل مكان. أشكرك. خلينا نفهم من حضرتك في البداية أهمية إحلال السيارات المتقدمة. السيارات المتقدمة لها مشاكل كثيرة على الطرق اللي موجودة، بتعمل على كثير من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وبتعمل مشاكل في عدم انسياب حركة المرور، وعشان كده جت المبادرة الرئيسية بإحلال السيارات اللي مضى على عمرها أكثر من 20 سنة بسيارات تعمل بالوقود المزدوج، فأعتقد أن ده بديل أفضل لصاحب السيارة ولشبكة الطرق العملاقة اللي تم افتتاحها في كل ربع مصر علشان تساير ما تم من افتتاحات لهذه شبكة الطرق. وفي نفس الوقت بتعمل على توفير الانبعاثات الضارة وتعمل على توفير الاستهلاك في البنزين والعمل. احنا كمان برضو مقبلين على العمل بالطاقة النظيفة، فكل ده اعتقد المبادرة الرئاسية بتصب في صالح مالكي السيارات وفي صالح تيسير حركة المرور والحد من الانبعاثات الضارة، وكل ده لكي نرى مصر جميلة كما يجب أن تكون، لأن مصر بعد التطور الطبيعي واللي قام به السيد الرئيس في كل محافظات مصر والبنية التحتية وشبكة الطرق، أصبحت مصر مؤهلة أن تحتل أحد أكبر عشر مراكز اقتصادية على مستوى العالم. فمش هيبقى عندنا ده مصر كده موجودة ويبقى عندنا سيارات قديمة ومتهالكة تمشي على الطرق اللي تم استحداثها وتم تكلفة فيها كثير. فأعتقد أن دي مبادرة تصب في صالح مالكي هذه السيارات. خليني أفهم من حضرتك نقطة أخرى في عملية الإفادة سيد خالد، يعني عايزين نتكلم كيف تفيد أيضا هذه المبادرة المواطن. إحنا بنتكلم على أن حتى دخل المواطن أو ما يقوم بدفعه للبنزين الحقيقة نسبته كمان ستقل سيد خالد، لأن عن كل ما زاد عمر السيارة، وأعتقد السيارات المبادرة بأكثر من 20 سنة بتهلك كمية بنزين أكثر، كلما قل العمر. يعني النهارده لو هتم عندي استحداثها بسيارات جديده موديل 2021 استهلاك البنزين اقل، حركه النقل او السرعه على الطريق، اعتقد الامان التام للمواطن المصري والامان التام لكل من من يستغلون الطرق الموجوده في ربوع مصر بشكل كامل. وفي نفس الوقت عندي النهارده محطات الغاز الطبيعي، اعتقد ان الدوله مهتمه وبتعمل على توفيرها في كل محافظات مصر. الغاز الطبيعي احد مصر مكتسبات مصر من البحث والاستكشاف خلال الفتره الماضيه. النهارده لما بيبقى عندي يعني السياره التي تستهلك الوقود المزدوج، اعتقد ان ده بيعمل توفير للموازنه الخاصه بالمواطن المصري. نعم. في استهلاك الوقود اللي بيحرك به السيارة بتاعته ويستطيع أن يتنقل مسافات أكتر من اللي كان يقطعها بالبنزين فقط. وأعتقد أن ده النهاردة أولى عوائد التنمية، هذا ما يجنيه المواطن المصري بفضل ما قام به السيد الرئيس والمبادرات الرئيسية المتعددة اللي من كل يوم بنشوف الجديد والجديد منها لصالح المواطن المصري. طيب خلينا برضو أستاذ خالد، يعني لو سمحت لي أن احنا نفهم من يشاهدنا النسب اللي بتحتويها هذه المبادرة الحافز الأخضر. يعني احنا بنتكلم على 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22,000 جنيه، سيارة الأجرة 20%، أيضا سيارة الميكروباص 25%. خلينا نفهم يا فندم من يشاهدنا هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا، اتفضل. السيارة القديمة هيتم تسليمها لوحدات المرور ويتم استلام السيارة الجديدة. المقدم 10% اللي بيمثل 22,000 جنيه ده لصاحب المركبة الملاكي. ال 22,000 دي تعتبر دفعة مقدمة من الدولة إلى الشركة المنتجة للسيارة أو الشركة اللي بتبيع السيارة للمواطن المصري، وبالتالي المواطن المصري بيوفر 22,000 جنيه لكل سيارة بيتم شرائها من خلال هذه المبادرة، ويحق له الحصول على قرض
من احد البنوك الداعمه لهذه المبادره بفائده 3%. هو بشكل متناقص، ما فيش في البنوك النهارده هذه سعر الفائده، وبشكل متناقص، وفائده تصل الى يعني مده سماح تصل الى 10 سنوات او تسدد الاقساط على 10 سنوات. ده بالنسبه لصاحب السياره الملاكي. بالنسبه لصاحب السياره الاجرى بياخد 20% بحد اقصى 45,000 جنيه الدفعه المقدمه. ده تامين بيتم استلامه من الدوله الى الشركه المبيعه لهذه السياره. وكذلك الميكروباص 65,000 جنيه من برضه دفعه من الدوله او دعم من الدوله لصاحب الشركه التي تقوم بتوريد هذه السياره. واعتقد ان ده بعمل على تشجيع الصناعه الوطنيه. صحيح. لان نسبه المكون المحلي في هذه السيارات يصل الى 45%، واعتقد ان الدوله كانت عازمه خلال الفتره الماضيه على توطين صناعه السيارات في مصر، واعتقد ان الاوان ان تلقى هذه التوطين مثل هذه الصناعه رواجا، واعتقد ان ده بيعمل على توفير قطع غيار وباسعار مناسبه لصالح المواطنين. يعني دي نقطه مهمه جدا استاذ خالد، يعني فكره ان يكون هناك شركات محليه تحديدا هي من تعمل في مجال السيارات الجديده. ولكن ربما ذلك مدخل سؤالي القادم، يعني ان كانت هذه المبادره الحافز الاخضر تحقق نفع بالنسبه للمواطنين وللدوله، ما هو النفع الاقتصادي الذي يقع على الدوله منها استاذ خالد؟ ان انا النهارده بعمل تقليل من الانبعاثات الضاره الخاصه بالبيئه، بعمل النهارده تيسير حركه المرور اللي موجوده عندي في كل عواصم المحافظات اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه. هذا الانسياب له تكلفه، هذا النقل له تكلفه، هذه السرعه والانسياب ده. ان النهارده الدوله ما زالت بتدعم البنزين اللي موجود، فاعتقد ان توفير الاعتماد على البنزين كموقود فقط دون الاعتماد على الغاز الطبيعي اللي واحد المكونات اللي تم اكتشافها خلال الفتره الماضيه وقدرت ان الدوله تستفيد من منتجات الغاز الطبيعي، فاعتقد ان الدوله بتستفيد انها بتعمل على توفير، لان الدوله ما زالت بتستورد البنزين وبتستورد السولار بسعر الدولار. فاعتقد لما يبقى عندي منتج محلي وهو الغاز الطبيعي استطيع من خلاله ازود به محطات الطاقه لتزويد هذه السيارات بالغاز الطبيعي، اعتقد ان ده بتقلل الاعتماد على العمله الاجنبيه، وبتم تقليل تزويد الفائض والاحتياط النقدي بالنسبه لما للدولة من احتياط نقدي أجنبي. أنا بشكرك يا فندم على هذا الحديث أستاذ خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك.